رجعنا من جديد والسيف يعني تفرم ما توقعت يجي بيوم من الايام اطلع على شاشه افرم ملوخيه ابراهيم احكيلي هلا بدنا نعمل انا وياهم طريقه تفريز الملوخيه بس هالطريقه للامانه عملتها قبل سنتين انا ولقت رواج كتير كبير واعتمدتها في كتير طرق ولكن هاي الطريقة هي أكتر طريقة بتنزليها من التفريز على الطنجرة بتنزل عليها مرقة الدجاج ودعي لي وقتها خلينا نشوف المقادير على الشاشة أو إيش المواد المطلوبة يا تفريز الملوخية ملوخية طازجة مغسولة ومفرومة ماء مغلي سكر أبيض حبيبات وأكياس تفريز يا بس هيك بسيط اليوم أمور المقادير سهلة بس في تكنيك معين لازم تتبعوه عشان ما اللي هو الماء المغلي أو يعفن أو يصير عندنا مشاكل بالتفريز نعم هلأ أنا شوف حسب كمية اللي هي الملوخية صح الدنيا تغيرت وصح الدنيا تطورت وصح بدل الجهاز ألف ولكن أنا من مناصري اللي هي مفرمة الملوخية صراحة ولا يمكن أفرم الملوخية إلا أساس. فيها وفرم الملوخية مباشرة على التفريز لحتى ما تسود زي ما أنت شايفة زي ما إحنا تعلمنا مولينكس نشافة ملوخية أبصر إيش هاي الأمور أفرمها وهي مفرزة هاي كلياتها أمور شخصية بترجع للست ولكن أنا من مناصري هالطريقة وما بغيرها وخصوصا في أشياء بتخلي فيها عروق وبتخرب الدنيا هلأ أنا بدي مي بس تبل أنا مو حطيت لك مقادير بس بدي إياها تبل الملوخية إبراهيم بعدين رح أنزل فيها رشة سكر هل إنه السكر ببين مع الملوخية؟ ما رح يبين طعم؟ ما رح يبين وليش بدنا نحط السكر؟ السكر بيحفظ المادة الخضراء في داخل الملوخية ولا يمكن إنها تسود أو حتى يتغير لونها في كتير ستات إبراهيم بضيفوا لها مثلاً ورق سلق بحطوا لها مثلا سبانخ بحطوا شوي لحتى يرجع لونها اخضر اثناء الطبخ بعد التفريز بس احنا خلينا نشوف هالطريقه يلا تمام انا حطيت المي والسكر بالنسبه لكميه الملوخيه برضو المي كثيره راح اروح انزل شوي من المي لاني حكيت له انه انا بدي مي تبل بل فقط معك ابراهيم يلا بنصبح على محمد بن ياسين بنحكي له صباح الخير اكيد وام محمد بتصبح عليكي شيف نعم. وبتحكي لك عشان طريقه تفريز الورق دوالي يعطيكي الف عافيه عليها الله يسعدها في عندنا ايضا سعيد علي صباح الخير لك اكيد وشكرا نعم. شف انت نزلتي الملوخيه على المي اللي فيها سكر هلا رح نرجع نستخدم هذا السدر وانا استخدمت لكم هذا السهر وهي الفرامه عشان اذكركم بالايام الحلوه بعدين هذه مش عمليه طبخ تقليب شايفه انا شو بسوي عم بقلب الملوخيه هلا انا شو بعمل بعمل عليها كفر من الخارج زي درع حمايه حوالين الملوخيه ابراهيم لحتى ايش تسوي ما تسود شوفي كيف لونها صار اخضر اذا السكر بدفش الماده الخضراء لقدام فبصير عندك كثير 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 خضره بشكل مش معقول بس بقلبها أنا ما عم بطبخ وبزيحها تمام وبعد ما أزيحها رح أروح على نفس الصدر عشان اللي موجود ما أخسره وأرجع أحطها زي هيك على صدورة وبعدين بدي أخليها تبرد كتير 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 منيح لازم تبرد إبراهيم لازم تمام هاي زي كأنك طبختيها شف أنا ما طبختها بس قلبتها بس, يعني بس خليت السكر اللي هو يحفظ ما بداخلها شايفين؟ أنا هيك رح أخليها بس لحتى تبرد كتير منيح بعد ما بردت وخلصت رح أروح أحطها بكيس التفريز ولا يصح إلا الصحيح أنا شو بضمن لي إنه هاي الطريقة صح؟ دائماً مين ما أعطاك طريقة في الدنيا مين من كان وإنت عندك شك 1% يا ست الستات الحل الأول والأخير إنها تجرب بكمشة جربي بكمشة وشوفي إذا عجبك كملي ما عجبك وقفي تمام خلينا نشوف أنا وياكم فرزناها وردينا على علا وحضرنا يوم جديد من خلال التلفزيون الأردني وفرزنا وردينا عليها والله يستر أبو العيال يقلب علينا إذا خربنا الملوخيات كلوا الملوخية بعدها هاي هي ستي
شوفي لونها بعد التفريز. طبعا هاي العينة انا عملت لكم اياها امبارح بالليل، شايفها ابراهيم انت نايم وانا بحضر. لا ما انا مطلع تفريز. تمام خلينا نعتبر انه انا طولتها الملوخية بتطوليها من الفريزر على الطنجرة بتنزل عليها مرقة الدجاج، نعتبر هاي مرقة الدجاج. أه؟ خلينا نشوف دويها الملوخية خضرة ولا مش خضرة يا إبراهيم؟ لا يصح إلا الصحيح. خلينا نشوف الدغري مباشر على الهواء. يب. مباشرة خضرة ولا مش خضرة؟ خضرة. طيب أغششك شغلة، في المطاعم بيعملوها في مطابخ التواصي، عشان هاي المطة شايفيتها في الطبخة حطي مكعبين ثلج تقطع فوراً. في ناس بغلوها كتير عشان تروح المطة، فبيقوم إيش بيصير في الملوخية بتسود عشان ما تمط معاكي تلج، مكعبين بس على الطبخة مكعبين تلج. شايفة كيف لونها أخضر؟ أتمنى أنه يكون اللون واضح معاكم، وهيك بنكون إحنا فرزنا ملوخية وخضرة وطعمها في كمان في شكل فش طعم. لا وطعم مية مية. رح نتابع مع إبراهيم لحتى نشوف بعدين اللي هي الفاصوليا المبرومة ضل علينا. في حال وجود أي أسئلة إحنا جاهزين. خوالدي محمد صباح الخير، زينب القضاء صباح الخير، أبو فخر الشمري صباح الخيرات، أم حسن أيضا، عويضة صباح الخير، سيف الدين مهاوش أيضا منصبح عليك، أمين الحناحنة، وأيضا عندنا محمد علي صبح عليك، جنى دعامسة يسعد صباحك شكرا لك، محمد الجندي نعم هي رح شكرا لكم، خولة العبادي ايضا على العرض امامهم، ورح ناخذ مقادير او اللي هي طريقه تحضير الفاصوليا المبرومه الخضراء. شايفه اخضر اخضر، اتحداكي اذا بعد السنه الجاي بلاقيكم ان شاء الله على خير، اذا عشنا والله اعطانا عمر ونذكر بعض. إبراهيم نزل على العنبات، بدنا نشكر الكرمل على هسلات الفواكه الحلوة، شكرا جزيلا. يعني دائما هيك بتلاقي الفواكه زي الأزاز. الله يسلم إيديهم وعينيهم. وهي الملوخية ورق العنب، وإلى الفاصوليا المبرومة. فاصوليا المبرومة مبرومة فاصوليا خضراء خضراء مبرومة لأنها رفيعة، لأنه في منها العريضة وفي اللوبيا البيضة، بيحكوا لها اللوبيا في ناس، هاي لوبيا مش رح نختلف على الاسم، خلينا ناخذ المقادير تفريق على الاسماء عشان نشتغل اللايف بمناقشات لوبيا ولا فاصوليا خضراء. عندنا اتصال ام كرم، بنصبح عليك يا ام كرم. صباحكم، اهلا وسهلا. يسلم ايديك يا شيخ علا، الله يسلم عيونك يا رب، اهلا وسهلا فيك ستي. صباحك يا ربي، والله طريقه الورق هاي بتجنن، بس انا بعمله بحط له نص كاسه شاي مي وبحط فيها ملح الليمون وسكر جوا المرتبان. وبخلي بكبسه وبكبه على تمه. وبعدين ببدل المي وبرد بضغطه. طيب انا رح اعطيكي نفس الطريقه بس تعديل شوي بسيط، رح اعطيكي اياه من وحده لبنانيه انا تعلمت منها، يعني بدل الملح رح يكون في كربونه ومي وملح، وكمان رح نحط بينه حبوب حصرم. هاي غششتكم الطريقه. تمام اهلا وسهلا فيك يا قمر، ان شاء الله تكونوا مبسوطين معنا اليوم، اهلا وسهلا فيكي. طريقه كيلو ومقادير الفاصوليا الخضراء على الشاشه. يلا يلا يا صديقي ناخذ المقادير. تفريز الفاصوليا الخضراء المبرومه، فاصوليا خضراء مغسوله ومقطعه، ماء مغلي، ماء بحراره الغرفه، مكعبات ثلج، سكر واكياس تفريز. الى نعم. الفاصوليا الخضراء. نعم هلا الفاصوليا الخضراء اللي هي الرفيعة الطويلة ممكن يقطعوها صغير، ممكن الستات يقطعوها بالورد زي ما احنا مقطعينها اليوم بهذا الشكل، بدها تغسلها وتنشفها كتير منيح، شايفين هيك بدها تكون. اذا انت قطعيها بالشكل اللي انت بتحبيه، بدك تغسليها كتير منيح وتقطعيها وتكون امورها تمام. بعدين بعد ما تصفيها بدك تحطي مي مغلية على الغاز، وكمان نفس الخطوة سكر رشة اشي خفيف على المي. سحري. نعم عادي سكر الأكل الأبيض، هي رشة وصفة سحرية خفيفة، أنا مجربة كتير والحمد لله رب العالمين، يعني حتى بيجي السنة اللي بعدها بتحس إنه هلأ عملنا. رح أحرك السكر كتير منيح بالمي يدوب تمام، وبعدين رح أروح أجيب الفاصوليا الخضراء المبرومة المقطعة والمغسولة وأروح أقلبها كتير منيح إبراهيم مع هالمي لحتى أتأكد إنه لونها صار أحلى. وشوف معي يلا إحنا معك رح نتابع. يلا مكملين معاكم بتعليقاتكم. في جنى دعمس بتحكي لك انا بحط ثلج على الملوخيه قصدها نفس الشيء، وام حسن شف انا بسلقها ورق بتضل خضره في ناس. القصر بتحكي لك بنفع هاي طريقه لتفريز السبانخ او لا؟
لتفريز السبانخ بصير، بس يعني بدها تعديل بسيط بعمل لكم. هل موسم تفريز بسوي لكم؟ حاضر. سميرة حينا بتحكي لك النبخية الورق كيف منفرزها؟ هلا أشوف نفس مبدأ العملية هاي بس بدون سلق، يعني يفضل إنه تقليب، وبعدين الستات بتحطها بكيس التفريز تبع اللي هو تبع الفريزر النايلون، وبعدين بتروح فيها الست بتحطها اللي هي أنا من الخارج بصراحة بعمل فيها هيك خطوة بسيطة. الورق غير المفروم، ولكن ممكن أنت تقلبيها تقليب، نفس هاي الشغلة بتضل أمورها تمام، وبعدين في ستات وهي بالكيس بفرموها من برا. ففي كتير خطوات. شوفي أنا يعني مع الإشي اللي أنت متعودة عليه وإيدك ماخذة عليه، في حال إنك أنت مجربة إشي مضمون ضلك عليه، بس إحنا قدر المستطاع بنحاول يعني هيك نثري المعلومات قدر المستطاع بإشي جديد وسهل. أم خالد الزعبي بتسأل إذا فرزناها وهي سخنة بيأثر على التفريز أو لا؟ هلأ لازم تكون باردة، لأنه ممكن وهي سخنة إذا الكيس ما كان صاحب جودة عالية بصراحة ممكن يسيح. صح. ومش منيح أصلاً سخن وفجأة تضربيها بدرجة برودة عالية، برضو مش منيح للمادة الغذائية. لازم تبرد، وبعد ما تبرد زي الفاصوليا زي البامية زي الفول الأخضر كل شيء لازم يبرد. نعم. بدي أورجيك إبراهيم شوف كيف صارت لونها، بتحس زي المصبوغة. طلع. صح. هذا بسبب وجود السكر. صح. السكر بعزز وجود المادة الغذائية. لونها بجنن، بضل أقلب فيها ونروح لأحلام. يلا ناخذ اتصال معنا. أحلام صباح الخير. أهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. والله أنا حبيت أرن عليكم أصبح عليكم. يعني يسعد صباحك وبداية أسبوع إن شاء الله سعيدة عليكي. يا رب الله يسعدك يا رب. وأنا بحب كثير الشيف علا والله، وأنا وإمي موجودين هون ومرت أخوي نتالي، وكنا والله بنحب برنامجك يا شيف علا. يا حبيبة القلب أهلا وسهلا فيك ست الكل. أنا كثير بتحضرك وبتحب برنامجك. يا بي بوسي لي إياها بالله، بوسة كبيرة على جبينها. تحياتي لإلها. معك لو في مجال. يلا يا ستي بنتشرف. تفضلي هاي ماما معي. يا ألو. ألو صباح الخير. معقول هاي ماما؟ ألو صباح الخير. العافية. ألو يا صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا. أهلا يا ست الكل نورتينا، أهلا فيك صباح الورد. هلا حبيبتي أهلا. نعم والله احنا بنحب برنامجك وكل يوم بنشترك. الله يطول عمرك وتضلك انت هيك البركه دائما والشمعه المضويه في البيت. اهلا وسهلا فيكم جميعا. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك ستي. شكرا لك على اتصالك. هلا احنا فورا تلج. ايوه فورا من المي السخنه على ثلج صدمتيها. ايوه بالضبط هي هاي الكلمه، لازم نصدم الماده الغذائيه فول باميه فاصوليا لوبيا كل إشي أخضر فورا، بتنزل عليه بالتلجات ومي. أنا هيك شو عملت هاي البوم، رح توقف عملية الطبخ فورا، بتوقف مكانها. إذا خليتيها سخنة رح تضل تستوي 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 تستوي، وإشي رح تلاقي طري وإشي ورح تنهري معاك. فتلج ومي. أيوة يا ستي الكريمة شايفة، وبروح بقلبها مع التلجات. إذا هون شو صار، أنا صدمتها بدرجة برودة المي ووقفت عملية الطبخ. بعدين يا سيدي الكريم رح أروح أشيلها بهذا الشكل وأروح فيها وين، على صفاية لحتى تتصفى كتير منيح وتتنشف 100%، بعدين بعبيها بكياس التفريز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لونها بتضل هيك كمان بالطبخ. في شايف لونها جنن. لا شو يا زلمه والله، انا لو اروح اجيبها لامي بدها تطبخ اجيب لها واحده مفرز غير تقول لي احمليها وارجع معها كان ما اجيتي. هو غير طبعا اكيد رح تفرقي، انت عاملتيها بايدك وعارفه. وغسلناها ونقبناها وزبطناها، فحاول دور لك على عروس تزبطك في الطبخه. انا ما باكل الفاصوليا مبدئيا. شكرا. مش مهم. طيب هلا احنا ابراهيم إذا ما نشفناها كتير منيح من المي ورحت فرزتها بهذا الشكل، قطرات المي اللي موجودة على الفاصوليا رح تعمل تلج حوالين الحبة. التلج شو رح يعمل، بس تدوب الحبة رح تنزل كل السوائل اللي بداخلها ورح تدبل، رح تبطل هيك تقرش. تمام. فلازم كتير كتير منيح إنها تنشف. إذا صار وإنت مستعجلة وعاملة هالطبخة كلها على قدك، هي مش حرزانة مثلا، شو رح تعملي مثلا؟ بروح بجيب
اللي هي فوطة مطبخ، تمام، وبحط الفاصوليا عليها هيك بعد ما أجيب أشيل المي، وبعدين بروح بقلبها وبنشفها بهذا الشكل. إذا مستعجل، شايفة كيف المي طلعت هون؟ السريع. إذا مستعجلة بس لازم تنشف كتير منيح، هاي لسه عليها مي، فلازم أتخلص من كل قطرات المي اللي عليها بشكل مناسب. وهيك بنكون خلصنا وصفاتنا لليوم لطريقة تفريز الفاصوليا الخضراء المبرومة، بالإضافة إلى اللي هي الملوخية والحفاظ على لونها الأخضر طوال العام إن شاء الله تعالى. الله يديم الخير على الجميع يا رب، ويعطي العافية لجميع السيدات المجتهدات دائما في مطابخهم، بالإضافة إلى طريقة كبس اللي هي ورق العنب أو ورق الدوالي بطريقة الضغط والحرارة، حرارة المي وضغط الزجاج. هيك بنكون إحنا وصلنا لنهاية المطاف إبراهيم، وإن شاء الله نكون إحنا عند حسن اليوم حلقة بدون دوق الجميع. لا هيك أكلت عنب. أكلت عنب. طب هات لك حبة فراولة مثلاً. تفضلي حبة فراولة. بدي أشكر أسواق الكرمل لوجودهم، الله يسعدك سلم إيديك، لوجودهم اليوم معنا. رح يكونوا معنا دائما إن شاء الله تعالى. الكرمل موجودين بشارع الحرية، وهلا عم يفتحوا مول جديد الحمد لله عشان يصير أقرب على التلفزيون، وفي بأول شارع القدس، وفي كمان فرع بضاحية الياسمين. إن شاء الله دائما دوام التفوق والنجاح لأبناء هذا الوطن يا رب، وخير البلد الحمد لله. اليوم مزين مطابخنا إلى إبراهيم، وأشوفكم غدا إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء. شكرا على متابعتكم حلقة بداية الأسبوع، إن شاء الله أسبوعكم بيكون أسبوع سعيد، ودائما من خلال شاشة التلفزيون الأردني الشاشة الأولى وعبر يوم جديد بنحب نكون معاكم ونقدم لكم الأفضل. حلقة منوعة بمواضيع منوعة، وختمناها بختامها مسك مع الشيف علا نيروخ. شكرا على متابعتكم، في أمان الله.